حتى لا ننسى، حتى لا ننسى إخوتنا وأهلنا الحراقة، مجموعة شباب من المدينة اختاروا عبور الموت أملا بالوصول لأحلامهم. لكن أين هم؟ هل وصلوا؟ الكل يبحث، آمنين عودتهم سالمين. حتى لا ننسى، حتى لا ننسى أطفالنا براءة الأيام، طهارة النفوس، أطفال ضحايا الانفجار اللغز، حتى لا ننساهم. شعار لوقفة فريدة ومميزة، كلها أخوة ومحبة، حيث نظم شباب حي الإخوة بالعلمي لصيصات ثورة كروية بملعب الحي، تضامنا معهم، تضامنا مع إخوتنا الحراقة وأطفالنا ضحايا الانفجار اللغز. حتى لا ننسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ليطي في فادي من أحد منظمي هذه الدورة الرياضية بمشاركة أصدقائي تحية لصيصات، الذي قمنا من أجل إحياء ذكرى انفجار لغز لراح ضحيته الطفل كريم وأمين وجابر. أنا قمنا بهذه الدورة الرياضية من أجل إحياء هذه الذكرى وعدم نسيانها للناس كل نساتها وحد لا تفكرهم، حنا نتفكرهم لأننا أبناء حي واحد. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، إن شاء الله تفوت في أحسن الأحوال. نشكر أولياءهم ونتمنى لهم الصبر ونتمنى لهم أحسن التوفيق في حياتهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدورة التي ضمناها التي كانت ضمناها على أجل الحراقة سويتنا وأصحابنا اللي عندهم قريب عام ما فوق عام الذين لم نسمع عنهم أي خبر، طلبنا من أي سلطة نسمع عنهم أي خبر لكن لم نجد، فنحن لم ننساهم. قتلنا ضمن هذه الدورة من أجل هذا الافتتاح يوافق عيد ميلاد شريكي أحمد عامر وجارنا وأخونا وكل شيء، وهو من أهل هذا الحراقة براحة. نتمنى أن تكون الدورة واحدة ينساها صوتها لضحايا الانفجار، وربما إن شاء الله تكون ناجحة وواحدة ينساها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخويا. قدمنا هذه الدورة لأولاد صغار مساكن لما تكون في جار الوقت ضربنا علينا الشيوع وصلنا المعالجات حاولنا ضربنا مساكن في عام ونصف. هذا اليوم يوم مليح 18 مارس 2018 صادف عيد ميلاد أخونا تريكي محمد عامر، إن شاء الله. وهذه الدورة من ضمنها الأولاد الصغار صغار كريم طهرات إيمان ربي يرحمه وضر الشفاء صديقه وثاني شاكيب. اليوم درنا مبادرة كروية في حي الإخوة بالعلمي على خوتنا الحراقة وعلى خوتنا اللي راحوا ما بانوش.